السلام عليكم خوتي. دائما يجيني سؤال يطرحوه للناس في الخاص ولا على المباشر ولا في اللايفات، شكون من الاحسن، الامارات احسن او امريكا احسن؟ خوتي هذا الاجابه تاعو نجاوبك ديرك بلا زعما ندير لك سسبانس ونخليك. امريكا افضل 1000 مره و100 مره. كاين واحد زوج نقاط برك للامارات خير من الامارات، احسن من امريكا. زوج نقاط اللي هما البزنس، البزنس في الامارات اللي عنده كوميرس وعنده بزنس امارات احسن وافضل. ثاني حاجه من ناحيه اللغه العربيه والدين، وان كان خلاص تميعوا كاع ولاو مميعين ولاو كي القور هما على كل حال. اما البقيه من ناحيه الجو، امريكا افضل 1000 مره. اشوفوا هنايا وتشوف الجو كيما تاع البلاد، كيما تاع الجزائر ولا المغرب، شمال افريقيا يعني. المهم عموما ثاني حاجه كاينه ثالث نقطه اللي في الامارات نسيت باش نقولها، الامن. الامارات امن من امريكا ناحيه الامن. اما بالنسبه لامريكا فيها امور كثير. حتى البزنس في امريكا مليح، لكن في دبي اسهل. هنا الامارات من ناحيه الشغل تاع الشركات، واحد حاب يخدم في شركه ولا ما كاش شغل واعر، ويفضلوا دائما الشرق الاوسط، يفضلوا اللبنانيين، يفضلوا ولا يفضلوا واحد من دول الخليج. سمعت دائما يكون هما دائما يفضلوا واحد من الخليج ولا من لبنان ولا من مصر احسن من الجزائريين شمال افريقيا. دائما هما عنصريين هما على كل حال. من ناحيه التعليم امريكا افضل، وان كان حتى الامارات عندها تعليم من بين الاوائل في العالم. بالمناسبه انا قريت تما نعرف، انا عشت تما ونعرف. زيد ثاني حاجه الحريات. امريكا دوله تاع حريه وقول واش حبيت، لكن للاسف الامارات دوله ديكتاتوريه. ما تقدرش تهدر على السياسه، ما تقدرش تهدر على امور بسيطه تاع امور المسلمين، وبارك ما تقدرش تهدر على غزه واش راه صاير في فلسطين، ما تقدرش. الحاجه من ناحيه لي تاكس، الامارات احسن في لي تاكس. هنا كاين ضرائب كبيره. هنا قلنا التعليم، الحريات، الجو احسن من الامارات. الامارات سخانه تقتل، تقدر في الامارات تقدر تعيش 3 شهور برك مليح، تقدر تعيش اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي، ومن بعد خلاص الجو يولي انسبورتابل، ما تقدرش تعيش فيه، لا يحتمل. من ناحيه السالاري، الخلصه الشهريه، ولا امريكا احسن بألف مره. تخلص هنا تخلص اضعاف مضاعفه على واش تخلص في الامارات. ثاني حاجه كاين الجامعات الامريكيه افضل في العالم، يعني احسن من الاماراتيه بزاف. العنصريه هذا اهم حاجه انا نعتبره، العنصريه في الامارات. كاين العنصريه هنايا في حنا كنقولوا الامارات معناتها السعوديه، قطر، الكويت، نحي غير شويه سلطنه عمان. العنصريه هنا في امريكا ما كاش. انا في حياتي هنا صارت لي مشكل ولا في اي واحد، لانه هنا الدوله قاعده على مهاجرين. زيد الاسعار، البيوت، اسعار البيوت في امريكا غاليه بصح تخلص مليح، تقدر تشريها. في امارات غاليه، واللي يخدم شهر ولا ما يقدرش يشري دار. غاليه بالنسبه لي انا، نحكوا لي ماشي واحد يجيب دراهم الجزائر ولا ويشري ولا، انا نحكو في الاخر، نحكو في اللي عايش، اللي مقيم في الامارات. زيد كاينه حاجه واحده اخرى واهم حاجه انا نعتبرها ثان مور تاع مشكل تاع العنصريه وكذا، الكوارط لي بابي كيما نقولوا حنا. في امريكا يكفي انك تقيم هنا 5 سنين يعطوك الجنسية. في الإمارات قادر تزيد ثم، تزيد وباباك زايد ثم وجدكم زايد ثم وما يعطوكش الوراق. هنايا
هنا فقط تعيش، يكفي انك تعيش 5 سنين مقيم بطريقه قانونيه، ولا تتزوج، تتزوج 3 سنين يعطوك الورق. في الامارات يكون تعيشوا حياتكم كاع، لانه يدوا برابطه الدم. هنا امريكا واوروبا يدوا برابطه الارض، ولا رابطه حق الارض، لي دروا دو سو، حق الارض عندك. يكفي انك تزيد هنايا يعطوك جنسيه. في الامارات والخليج لازم تكون باباك اماراتي ولا يماك اماراتيه باش تحصل على الجنسيه، وما تديهاش في اغلب الاحيان، ما تديهاش، يعرقلوا لك. واش حكينا؟ ثاني قلنا الديكتاتوريه في الامارات، نظام ديكتاتوري وماشي حر. ناحيه المساجد، هنا ثاني كاين المساجد، لانه واحد قال لي يحكي لنا على المساجد وكذا. هنا المساجد معمره، مساجد. حكينا على الجو، الجو هنايا رائع، هنايا كي تشوفوها جو ثما صحراوي. قلت لك تقدر تعيش غير 3 موا هذوك، اكتوبر نوفمبر ديسمبر، ديسمبر وجانفي شويه، جانفي تبدا السخانه، تبدا السخانه. زيد قلنا الضرائب، ضرائب في الامارات احسن، ما عندكش ضرائب سنويه، هنايا الضرائب ياكلوك. الامن قلنا في الامارات امن، نحكو بالعدل، ما قري انا نكره الامارات هذيك، الشرق الاوسخ هذا كاع نكرهه هنا. قلنا اللي يفضلوا كي يروح انسان يخدم، هذا واش يهم الجزائريه ولا المغاربه ولا التوانسه؟ في الخدمه دائما يخيروا واحد تاع الشرق الاوسخ، يخيروا هذوك، يخيروا اللبنانيين، الاردنيين، يخيروا السوارة. المهم حنايا ماشي دايرين كاع حساب باش يكون في علمكم. هذه الشجره اللي راكو تشوف فيها اقدم من الامارات، هذه الشجره هذه اقدم من الامارات بالك واحد 100 سنه ولا. هذه اللي راكو تشوفوا فيها الشجره هذه اقدم من الامارات. امارات بكري في التسعينات صح، او دوكا خلاص. انا ننصح كاع، ننصح الناس والله العظيم، الجزائر والله هي افضل من الامارات، والله العظيم يا جماعه، امنوا ولا ريحوا، تريح في الجزائر افضل من الامارات. لانه ما شوف، ما انا واحد ما عرفت واحد خدم في الامارات ودار دراهم، وممكن تكون بزناس يشوفوك طلعت يحطموك. نعرف صحابي رجال اعمال والله العظيم غير حطموهم، يخليك توصل ومن بعد يجي واحد يقول لك نشاركك، غيورين عندهم الحسد. شحال من الجزائري داو له دراهم وداو له صوالح تاعو. لذلك انا نقول لكم، ننصحكم اختكم من الامارات، ما حتى قطر، وان كان شويه قطر شويه احسن منهم، احسن منهم في العنصريه، وعندهم شويه حب للجزائريين. لا ابارسال جماعه، اخطيكم من دول الخليج، وسخ دول الخليج هذوك اخطيكم منهم والله العظيم. تروح ليبيا، انا عشت في ليبيا، تروح ليبيا دير دراهم خير من تروح الامارات وقطر. تروح لموريطانيا، والله غير موريطانيا يا جماعه فيها فرص، راسكم يحبس. حنا وشنو نحبوا؟ شعر الصفراء، نحبوا الخضراء، نحبوا هكذا. هذا واش من ناحيه الدراهم؟ والله يا جماعه تروحوا ليبيا، والله غير تروح ليبيا دير دراهم. وليبيا ارض خصبه، مازالها جديده، مازال فيها فرص. موريطانيا اقسم بالله العظيم فيها فرص عجب، شعب مرفه، والسوق ما عندهمش، الموقع تاعهم بعيد، البورت تاعهم عندهم على الاطلسي برك. موريطانيا والله العظيم دوك انا واش نقول لكم، عندها فرص احسن من الامارات. واختيكم خاصه دوكا مع التوتر الجزائري الاماراتي اللي راه صاري، يحقروكم ثم والله العظيم. انا عشت فيها الامارات، هذه اوسخ دوله في الخليج. حتى السعوديه نفس الشيء، حسن المدينه ومكه، حتى السعوديه هذا الخلجان كاع ما سرتو. حنايا حنا دول المغرب العربي يحتقرونا، يحقرونا، دايرين اصلا ماشي عرب، هما عرب، حنا لا حنا ما على باليش منين جينا. ديجا تروح في السعوديه ماكري زايد تما وكذا،
يقولوا على اللي يزيدين تما يقول لهم بقايا حجاج، اكبر عنصريه انا شفتها في السعوديه. امريكا اللي يقدر يجي امريكا افضل، افضل بكثير. دول اوروبيه افضل، حتى لو كان ما تخدمش اوروبا وتعيش برك تاكل وتشرب خير من خير من دبي. كان يشوف بزاف الناس مفتونين بدبي هذه، دبي 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 خاوتي والله العظيم خطيكم منها. وربي يعاونكم واللي فيها الخير ان شاء الله ربي يكتبها للجميع وربي يوفقكم. الى حبيتوا نزيدوا نديروا مقارنات بين امريكا ودول واحده اخرى بعثوا لي في الخاص نديروا لكم مقارنات. المهم نعاودوا نذكروا بسرعه، من ناحيه الجو امريكا افضل، من ناحيه الخدمه امريكا افضل دوله في العالم في الخدمه، متوفر العمل في اي مكان به به تخدم. العنصريه ما كاش في امريكا. الامن، امن امريكا كبيره بلايس وبلايس. امارات امن من امريكا صراحه. نزيد وشنو ثاني؟ لا اله الا الله، زيدوا لي. الامارات اللي طاكس هنايا يذبحوك لي طاكس، الامارات ما كاش لي طاكس. من ناحيه البيزنس اللي عنده بيزنس وفكره شابه يروح الامارات افضل من امريكا. امريكا تحب هاي ليفل، هاي 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 فوق في السحاب، لازم تكون فور. تجي سيليكون فالي دير لها رود. هذا هو على العموم. المهم امريكا افضل من الامارات بألف سنه، هذه هي الاجابه تاعي. ولا عندكم عندكم الى عندكم راي مخالف خلونا في لي كومونتير وشكرا. السلام عليكم.